السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد الخضري من ماكس في ليرن. في الدروس الماضية انتهينا من الـ PL/SQL Records، قلنا هي عبارة عن Composite Data Type تحتوي على عدة Values بأكسل Scalar Data Types. اليوم راح نبدأ موضوع جديد اللي هو الـ PL/SQL Collections. شو معنى الـ Collections؟ الـ Collections هي عبارة عن الـ Array أو المصفوفة. هلأ بشكل عام فيك انك انت تسوي بروجرام او سيستم من غير ما تستخدم الكوليكشنز، لكن في اهداف معينه لاستخدام الكوليكشنز وهي السرعه، لانك انت بتخزن فاليوز على شكل مصفوفه بتكون في الميموري، بتكون استرجاعها بطريقه اسرع بكتير. بشكل عام في عندي عده انواع للكوليكشنز اللي هي المصفوفه. في عندي اندكس باي تيبلز اور اسوسييتيف اريز، هي واحده كان زمان اسمها في الفيرجنز اوراكل 8 كان اسمها اندكس باي تيبلز، بعدين صارت اسوسييتيف اريز، فبشكل عام هي نفس الاسم. وفي عندي نستد تيبلز وفي عندي الفي اريز. بشكل عام انا بستخدم الكوليكشنز لما انا بدي اخزن داتا بتكون من نفس نوع الداتا تايب. انا هون عامل لك هون لينك زياده، هذا اللينك زياده مجموعه دروس زياده من شخص اسمه ستيفن فيروستين، هو تقريبا نمبر 1 في العالم في كتابه البي ال اس كيو ال. اذا بشكل عام احنا الهدف من الدروس هاي والمطلوب منا من هذا الشابتر انك انت تفهم الكونسبتس للكوليكشنز. ما بدنا نخوض بالتفاصيل جدا متقدمة، لكن المهم انه احنا نفهم الكونسبتس. حنبلش اول اشي بالاندكس باي تيبلز اور اسوسياتيف اريز. بشكل عام اندكس باي تيبلز اور اسوسياتيف اريز هي عبارة عن PL/SQL instructions with two columns. اذا هي عبارة عن PL/SQL structure بتكون من two columns: primary key of integer or string data type، اللي هو انا عندي بيكون مكون من كولوم الاول والكولوم الثاني. الكولوم الاول بيكون هو عباره عن اندكس، هذا الاندكس بيكون يا بيكون انتجر يا بيكون سترينج فقط لا غير. كولوم اوف سكيلر اور ريكورد داتا تايب، هون بيكون في عندك الكولوم الثاني، هذا الكولوم ممكن يكون اي داتا تايب سكيلر بدك اياه، او ممكن يكون كمان ريكورد تعلمناها في الدروس الماضيه. إذا بشكل عام إني أنا بسوي مصفوفة في الميموري، هاي المصفوفة في الميموري بتكون مكونة من كولومين. الكولوم الأول هو عبارة عن إندكس عشان أنا لما بدي أسترجع فاليو معين بسوي ريفير للإندكس هذا. فإذا أنا عندي الكولوم الأول قلت إنه أنا الإندكس الأولاني رقم 1، الإندكس الثاني رقم 5، الإندكس الثالث رقم 3. إذا أول إشي الترتيب مش مهم، أنت فيك تعبي هاي الأري أو هاي المصفوفة بأي أرقام بدك إياها، لكن يفضل ان تكون هي عبارة عن order. فيك انك تسويها مش order، لكن يفضل انك تسويها order. فبتحكي انا سويت في الميموري مصفوفة، هاي المصفوفة بتكون مكونة من index وبتكون مكونة من value. فانا بحكي مثلا الindex رقم 1 فيه value اسمه جونز، الindex رقم 5 سميث، الindex رقم 3 الى اخره، الindex رقم 7 15 20 حتى ممكن تسوي بالماينس. إذا الهدف من هاي إنه أنا بصير عندي بالميموري عرفت مصفوفة، هاي المصفوفة فيها مجموعة كبيرة من الفاليوز unlimited قد ما بدك تكون فيها values. هلأ الهدف منها إنه بتكون أسرع من الستاندرد SQL، لأنت لما تقول له جيب لي الاندكس 5 السريع بروح بجيب لك الاندكس 5 اللي هو سميث. إذا هاي هي الأهداف منها إنك أنت تحسن بالبرفورمانس. وبعض الأمور المهمة كمان إنه في بعض الأحيان استخدام الـ Associative Arrays بيكون أحسن من استخدام الـ Relational Database، إنك تجيب الداتا من Database بطريقة مباشرة. مثلا ممكن يكون في عندك أنت مدرس، هذا المدرس بده يأخذ الـ Attendance، الحضور والغياب لطلاب معينة على حسب كورس معين. هلا هاي الكورسات ممكن كتير تتغير التايمينج تبعها، وتغير مثلا تصير بدل 5 ايام تصير 7 ايام، وتغير الوقت تبعها الى اخره. هلا بشكل عام البروغرامر بده يجيب الداتا من الداتابيز، بده يشوف شو في عندي طلاب مسجلين بهذا مثلا الكورس، وبعدين يعرضها
على البيج تبعته ويصير المدرس ياخذ الاتندنس. هلا احسن حل لهذا الموضوع انك انت دائما تستخدم اللي هي الكوليكشنز. فهاي الكوليكشنز انت بدك تعرض الداتا، المدرس بده يشوفها مره واحده ويسوي الطلاب مين الحاضر مين الغايب ويسوي سبميت، بعدين تروح على الداتابيز. فانا ليش استخدم تيبل خاص معين انه اعرضه في هذا الفورم او هاي السكرين انا بدي اصممها؟ لانه ممكن تضل تتغير كتير. فشو الحل؟ الحل البروجرامرز بقول لك شو، انا هاي الداتا اللي بدي اعرضها للمدرس او whatever، هلا هاي الداتا مش مهم انه ايش تكون موجوده في تيبل حقيقي. فانا بجيب مثلا من تيبل سكيدجول على هذا الكورس بجيب كل هاي الطلاب المسجلين، بغض النظر اذا تغير موعدها مش مغيرها، بتيجي تنعرض له. لما تنعرض له هلا هاي الداتا بالنسبه للمدرس مش مهم، هو بالنسبه له هم ياخذ الاتندنس، لا انه الطلاب موجودين اخذ الاتندنس. فهلا هي بتكون عباره عن الريز مصفوفه، جابها للبروجرامر على شكل مصفوفه. الهدف منها انه بس المدرس ياخذ الاتندنس لهدول الطلاب ويسوي سبميت. بعد ما يسوي سبميت بصير في عندي البروسيس، بتروح على التيبلز الاتندنس، بصير في كالكوليشن وات ايفر. فالطريقة هاي أحسن، لأنه عارف البروجرامر إنه دائما التايم تيبل بتغير ودائما في أشياء كتير بتتغير. فهاي الطريقة أول شيء بتكون أسرع، وأنا الداتا اللي بتنعرض أنا بس بتنعرض للمرة واحدة والمدرس بيسوي لها سبميت بتروح. فأنا ليش أسوي تيبل فعلي دمي أو تيبل تمبروري وأخزن هاي الفاليوز في التمبروري تيبلز، بعدين إني أنا أسوي سبميت بعدين تروح على التابلات الخاصة للاتندنس؟ لا، أنا الهدف الرئيسي إني أجيبها أعرضها فقط للمدرس، مدرس بيسوي اللي بده إياه، بعدين بتروح على الأكشنز. فإذا كل مرة أنا بستخدم هاي الكوليكشنز بتكون أسرع بكتير. إذا هاي هي بشكل عام البرفورمانس أحسن، ولما أنا بدي أعرض داتا وهاي الداتا مش مهمة كتير، المهم إنه هو يسوي بروسس عليها، بعد ما يسوي بروسس بيصير عندي الأكشنز بيكون على الداتابيز. فهاي هي احد اهداف الكولكشنز. اذا بشكل عام خلينا ناخذ كيف السنتاكس تبع الكولكشنز. انا بعرف ديكلير، بعرف تايب، بعطيه اسم معين، بقول له از تيبل اوف هون اني سكيلر داتا تايب بدك اياه، نمبر ديت اي شيء بدك اياه، فاركار تو تشار اي شيء. فانا بقول له type، بعطيه اسم معين is table of scalar data type index by plus integer. هون دائما index بيكون يا plus integer يا بيكون binary integer يا بيكون varchar 2. اذا شو معناها هاي؟ معناتها انا حكيت للأوراكل انه انت سوي لي مصفوفة، هاي المصفوفة بتخزن فيها varchar 2 اللي هي هاي. اذا هاي هي الفاليو، والاندكس تبعها عشان اني انا لما بدي اجيبها عن طريق اندكس مكون من نمبر بلس انتجر، او ممكن يكون باينري انتجر، او ممكن يكون فار كار 2، بس غالبا هي بتكون بلس انتجر. طبعا ليش نحطه بلس انتجر؟ لانه البلس انتجر اسرع بكتير من النمبر، لانه بياخد عدد البايتس اقل. فاذا بشكل عام احفظها، يا بتكون بلس انتجر يا بيكون باينري انتجر يا بتكون فار كار 2. والباينري انتجر والبلس انتجر تقريبا نفس الاشي تماما. اذا انا قلت هون للاوراكل انه انت سوي لي مصفوفه، هاي المصفوفه بتخزن فيها فار كار 2 اللي هي الفاليو، والاندكس تبعها عشان انا اوصل للمعلومه بوصل للمعلومه عن طريق اندكس من نوعه بلس انتجر يعني نمبر. بعدين انا بعرف فاريبل هون في تاب ان او من نوع هذا التايب، نفس الريكورد جروب بالضبط تماما. بعدين بيجن واند. هلا بدي اصير اعبي الفاليوز. هلا انا عرفتها بتكون فاضيه ما فيها اي شيء، بعرف لي ان هون يونيك كي وهون بيعرف لي فاليو، سوالي مصفوفه، هاي المصفوفه بتكون موجوده على الميموري بتكون فاضيه، انا بدي اصير اعبيها. بعبيها عن طريق شو؟ عن طريق اليونيك كي او اللي هو الاندكس. بيجن انا قلت له في تاب ان او واحد خالد، عبي لي اول شيء حط لي فاليو رقمه واحد اسمه خالد. بعدين في تاب اندرسكور ان او 6 احمد، فعبالي احمد.
وعبي لي كمان فاليو رقمه 4 عجاد، فصار عندي انا هون 1 6 4، صار في عندي يونيك اندكسز رقمه 1 فيه خالد، في عندي 6 احمد، 4 جاد. هلا مش مهم انت تعرف كيف هو خزنها في الميموري، لكن المهم تعرف انه انا والله عبيت فاليوز واعطيتها اندكس معين. انا سويت افضل اني سويتها نت اوردر، حطيت 1 6 4 بهي الطريقه. لكن بشكل عام بيكون الفيرست اندكس دائما بيسوي لها اوردر اللي هو 1، فهو هذا الفيرست اندكس. ومين الاخر اندكس بيكون؟ اخر اندكس بيكون 6. انا ما بيهمني كيف هو عباها، بيهمني اعرف انه بالنهايه انه هو هذا اليونيك اندكس. اذا انا بدي اعرف مين اول اندكس اللي هو 1، مين اخر اندكس اللي هو 6، بغض النظر كيف تخزنت على الداتابيز. طيب بعدين بعد ما عبيتهم انا في هاي المصفوفه، بدي ابلش استرجع البيانات من هاي المصفوفه. بقول له dbms_output.line جيب لي vtab no 1، جيب لي القيمه الموجوده في الاندكس 1. مين القيمه الموجوده في اندكس 1؟ خالد. بعدين جيب لي القيمه الموجوده في اندكس 6، جاب لي مين؟ جاب لي احمد. بعدين جيب لي القيمه الموجوده في الاندكس رقمه 4، مين رقمه 4؟ جاد. اذا انا هاي عندي صارت الميموري جاهزه، تخزن فيها كل هاي الفاليوز. بصير استرجع اي قيمه معينه بهاي عن طريق مين؟ عن طريق الاندكس. فمباشره لو كان فيها حتى ملايين ملايين الريكورد هون موجوده، ملايين الداتا، لما اقول له جيب لي اندكس رقم مليون مباشره بيجيب لك اياه، ما بيسوي سكان على التابل زي ما بدك تسوي اس كيو ال ستيتمنت. فهي هي كمان قوه الاندكس باي في الكولكشنز. هلا خلينا نروح على التمارين ونقوم بالتمرين الاول. اذا انا عندي التمرين الاول نفسه declare type tab underscore no is table of varchar to index by plus integers. اذا سوي لي مصفوفه، هاي المصفوفه بتخزن ايش؟ بتخزن varchar 2 والاندكس تبعها عباره عن plus integer. بعدين بعرف variable من نوع هذا التايب begin، قلت له حط لي بالقيمه 1 خالد، عرفت يونيك اندكس رقمه 1 خالد، بعدين 6 احمد، بعدين 4 جاد. بعدين بقول له اطبع لي الاندكس الاول، بعدين الاندكس رقم 6، بعدين الاندكس رقم 4. اذا هاي هي بكل بساطه بننفذها. اول شيء خلينا نسوي فيو للدي بي ام اس اوتبوت، بنسوي هون انيبل الكونكشن تبعت الاتش ار وبننفذها. اذا جاب لي خالد احمد جاد. هلا انا بدي اسويها بالطريقه عكسيه. شو الطريقه عكسيه؟ بدي اقول كالتالي declare type table underscore no is table of number. يعني انا بدي اسوي memory array، بدي الفاليوز بتخزن number index by varchar 2 100. يعني انا بدي هالمره الاندكس ما يكون number، بدي اياه يكون الاندكس varchar 2. طبعا هاي استخدامه قليل جدا، لكن فقط عشان تعرف. بعدين عرفت variable v underscore tab no من نوع tab no. إذن أنا عرفت memory array، الarray هاي مكونة من 2 column، الindex تبعها varchar 2 وبتخزن فيها number begin. هلا أنا بصير أعطي الindex، بدل ما يكون بعطي الindex قيمته number، بعطيه قيمته إيش؟ varchar 2. فأنا حطيت هلا v underscore tab underscore no خالد، حط لي فيها قيمة واحدة، القيمة واحد. بعدين الاندكس الفاليو الثاني اسمه احمد، حط لي اياه في 6. بعدين الاندكس الفاليو الثالث اللي كي تبعها جاد والقيمة تبعتها 4. هلا شو انا بقول له؟ دي بي ام اس اوت بوت لاين جيب لي الاندكس تبع خالد، وجيب لي القيمة للاندكس احمد، وجيب لي القيمة للاندكس جاد. فاذا هون هاي استخدامها قليل بشكل عام، لكن انا سويت array بدل ما يكون الاندكس نمبر، سويت الاندكس عباره عن varchar 2. فهلا شو بيجيب لي؟ بيجيب لي هلا 1 و6 و4. اذا هاي صارت بالعكس، بننفذها. اذا جاب لي 1 و6
وأربعة. إذن هاي هي بشكل عام، لكن بشكل عام أغلب الاستخدامات دائما بيكون الاندكس نمبر، لأنه أسهل إنك أنت توصل عن طريق النمبر أسهل بكتير. إذن هاي هي بشكل عام. إذن أنا هاي المطلوب مني إن اليوم إني أفهم بس الكونسبت للبي ال اس كيو ال اللي هو تيبل اوف فار كارتو، اللي هو بنسميه اسيتيف اري او اندكس باي تيبل. اذا وبهذا اليوم يكون قد انهينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.